السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأشياء التي يجب علينا أن نحرص عليها يا إخوة عند زراعة النباتات وخصوصا الطماطم والخيار، وهذه الأشياء حساسة نوعا ما تكون في أنظمة الزراعة المائية، ويجب النظر إليها نظرة بجدية، لأنه إحنا بهمنا لما النبتة نحطها في النظام تعيش، فلا بد أن يكون هناك شروط لها، ومن تلك الشروط أن تكون نوعية النباتات ذات جودة عالية، وخصوصا أننا نزرع في نظام مائي، فالنظام المائي بشكل عام يا أخوة حساس أكثر من نظام التربة، وذلك يرجع لأن إحنا أوكلنا إلى أنفسنا العناية في النبتة، والله سبحانه وتعالى كفيل في التربة وهو الذي يعتني بها أكثر منا. ولذلك عندما وضعنا أو قررنا أن نضع النبتة في النظام المائي، فلا بد من اختيار شروط معينة للنبتة، وأهمها كما قلت نوعية النبتة. يعني برضو نهتم لموضوع كمية الإنتاج التي نريد التحصيل، يعني تحصيل الثمار من خلالها، زائد النظر إلى النبتة بشكل فردي. كيف يعني؟ يعني أنه إحنا لما نيجي نضع الشتلة في النظام المائي يجب علينا أن يعني نراقبها، أن نشوف كيف يعني صحتها سلامتها. مثلا على سبيل المثال هون عندنا الساق زي ما إحنا شايفين سليم، فكثير في بعض الأحيان، يعني في كثير من الأحيان نيجي بنضع الشتلة وبكون من تحت الساق عندنا هريان، شايفين زي هذه النبتة مثلا. هلا هذه النبتة نفس أختها، نفس النبتة، هذه النبتة نفس النبتة، هذه نفس البذرة، نفس المكان اللي زرعت فيه، نفس صنية التشتيل، ولكن عندما وضعناها في هذا النظام يعني ما انتبهنا لهذا المكان المتآكل من الساق، وهذا كثير ما يحدث خصوصا في نبات البندورة. لذلك علينا الانتباه لهذه الأشياء قبل وضعها في النظام المائي، لأنه هذه مع الوقت مع اقتراب الرطوبة منها ستبدأ بالتآكل، وبعد فترة سنلاحظ أن النبتة بلشت عليها أعراض الذبول والانكماش ومن ثم الموت. وأيضا هذا المكان زي ما احنا لاحظين ممكن أنه يلم أعفان، وهو موجود حاليا أعفان حولها، فيعني سبحان الله اللحاء الذي يكون يعني مغلفا للساق وبمثابة جلد الإنسان الذي يحمي ما بداخله، ولذلك يجب علينا الملاحظة والاهتمام بهذا الشيء قبل وضعها في النظام المائي. يعني هاي ملحوظة يجب علينا الانتباه لها. طبعا هنا احنا عاملين تيست لعروة زراعة الطماطم في العروة الشتوية، يعني احتمال تنجح احتمال لا، ولكن هي عبارة عن اختبار سنراقبه، لأنه ما إحنا زرعنا قبل هيك، ما زرعنا النظام، ما زرعناش الطماطم في فصل الشتاء في هذا الوقت، وهي ليست مناسبة في للزرع، ولكن زادت عندي فضة أشتال فيعني زرعتها في هذا المكان، ومنحاول إنه دائما نقدم تجاربنا للإخوة المستفيدين في أنظمة الزراعة المائية أو الهواة، حتى يعني يكتب لهم النجاح بشتى الوسائل. هذه نظرة عامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.